اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي تحيا مصر في كل مكان، من منطقه باب الشعريه وتغطيه لجنازه المشجعه المتوفيه نرجس صلاح مشجعه النادي الاهلي طبعا، اللي يعني وفاتها بالامس بعد حادث مروري بعد انتهاء مباراه الفريق قدام الاتحاد السكندري. طبعا الاهلي كان بيلعب الاتحاد السكندري امبارح في برج العرب على استاد الجيش ببرج العرب، وحصل طبعا حادث مأساوي لمشجعتين بعد انتهاء المباراه اثناء يعني تعديه الطريق، للاسف حصل حادث مروري وتوفت المشجعه نرجس صلاح والمشجعه نورهان. الموضوع مؤلم، الكل فيه حالة حزن شديدة، الناس كلها زعلانة، الناس كلها متضايقة. حضور مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة خالد مرتجي، زي ما حضراتكم عارفين إن الكابتن محمود الخطيب طلع عدة قرارات، منها حضور طبعا العزاء والجنازة من النهاردة لحد 3 أيام كاملين، كمان بيحاولوا ان هم ياخدوا كل الاذونات اللي بتتيح لبس الشارة ولبس وكمان شارة سوداء في مباراة الاهلي والداخلية المقبلة يوم الجمعة المقبلة. حادث مأساوي طبعا كلنا شاهدناه امبارح، الكل في الجنازة، مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة خالد مرتجي، محمد الجرحي، محمد سراج الدين، مهند مجدي، جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا باستثناء الكابتن محمود الخطيب متواجدين هنا في منطقة باب الشعرية، كمان مدافن باب النصر، يعني ليه طبعا تقديم واجب العزاء الخاص بالمشجعة نرجس صلاح. طبعا يعني ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة هي والمشجعة نورهان إن شاء الله بأمر الله، يعني ربنا يرحمهم ويرحمنا جميعا. حادث صعب، كل جماهير النادي الأهلي متواجدة وحاضرة في تقديم واجب العزاء زي ما قلت لحضراتكم. الناس أنا بقول لسه ما عملش أي حاجة، استنى فايدة فايدة دي ناس على الكادر اللي هناك. ماشي يا حبيبي، باين اهو. طبعا زي ما حضراتكم شايفين منظر مهيب وجنازة مهيبة في وفاة المشجعة نرجس صلاح. الكل احنا كده كده مش هنقدم اكتر من كده يا جماعة، عشان ما بس ما يحصلش تطاول اكتر من كده. يمكن زي ما حضراتكم عارفين من شوية مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب طلع قرارات، منها ان في طبعا عدد كبير من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي توجهوا وبالفعل يعني وصلوا، وهننشر لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه بوصول اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. الكل موجود وحاضر في جنازه طبعا المشجعه نرجس صلاح. كان في طبعا امبارح اللي حصل ده يعني حادث مأساوي، امبارح المشهد كان صعب، الامور كانت صعبه، خاصه ان يعني بعد فوز الفريق والكل كان فرحان بفوز النادي الاهلي بهدف نظيف عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، اتفاجئت الناس كلها باخبار بيتم تداولها عن وفاه مشجعتين للنادي الاهلي من جماهير المارد الاحمر. محدش كان مصدق، الكل كان منتظر الخبر الاكيد والتصريحات الرسميه لحد ما يطلع بيان، وفجاه اتاكد للخبر للاسف. شفنا عده طبعا تعازي كبير جدا جدا من كل جماهير الكره المصريه، ومن كمان جماهير نادي الزمالك، شيكابالا، احمد سيد زيزو اللي النهارده كان بيقدم واجب العزاء في طبعا نرجس صلاح والمشجعه نورهان. الكل موجود وحاضر، وجميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلهم موجودين وحاضرين في جنازه طبعا نرجس صلاح.
ان شاء الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مسؤول جنب. احنا كده كده مش هنقدم اكتر من كده، انا بس عايز اجيب مجلس اعضاء مجلس الاداره تمام. بس عدد كبير من زمايلها متواجدين في منطقه باب الشعريه، خصوصا في مدافن باب النصر قدام شارع المعز. الموضوع صعب، الموضوع كمان في رعب، وفي كمان يعني حساسيه كبيره. كان هنا في تامين كبير جدا من رجال الامن، كان كمان كان في عدد كبير من جماهير النادي الاهلي وعدد من جماهير الالتراس لتقديم واجب العزاء، لكن طبعا للاسف يعني كانوا رافضين التصوير في البدايه، ولحد دلوقتي مانعين التصوير التراس النادي الاهلي. لكن ان شاء الله ربنا يرحم المشجعتين، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه. طبعا يعني حدث مأساوي وحدث كلنا ما نتمناش ان هو يتكرر في يوم من الايام تاني. طبعا كل الناس اللي بتتفرج معانا احنا مش حابين ان احنا ندخل اكتر من كده في طبعا الجنازه واثناء مراسم الدفن. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي موجودين وحاضرين بقياده خالد مرتجي، محمد سراج الدين، محمد الجرحي، مهند مجدي، كل جميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي باستثناء الكابتن محمود الخطيب طبعا اللي يعني تعبان ومش قادر يحضر، واعتقد ان هو لو كان بكامل قوته بكامل قواه البدنيه وفي كامل صحته اعتقد ان هو ما كانش هيتاخر ابدا في تقديم واجب العزاء. النهارده العزاء على طبعا نرجس صلاح، وبكره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي هتوجهوا ناحيه واتجاه نورهان في المنوفيه. ربنا يرحمهم الاثنين، ربنا نورهان ناصر طبعا ربنا يغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه. في تامين كبير من رجال الامن، في عدد كبير جدا 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 من رجال الامن متواجدين حوالين منطقه باب الشعريه وبالاخص منطقه مدافن باب النصر. ربنا يرحم المشجعتين ان شاء الله، ما نشوفش الحدث ده تاني، حدث مأساوي زي ما قلت لحضراتكم الاثنين، خاصة يعني الصور والكم البوستات اللي كانوا منزلينها الثنائي اللي كانت قبل مباراة الاهلي والاتحاد السكندري، كانوا فرحانين فرح غير طبيعي، وكانوا كاتبين على بعض الصور ان النهاردة عيد وعيدنا هو الاهلي، وان هم كانوا جايين عشان ياخدوا العيدية كده من لعيبة النادي الاهلي. وبالفعل يعني لعيبة الاهلي متأخرتش وفاز المارد الاحمر بهدف نظيف عن طريق محمود عبد المنعم كهربا، لكن قضاء الله وقدره يعني نفذ زي ما بيقولوا كده، وتوفت المشجعات بعد انتهاء المباراة بعد حادث مأساوي، بيعدوا الطريق العربية خبطتهم وللأسف يعني ماتوا في مستشفى العمري. ربنا يرحمهم يا رب، ربنا يجعل مثواهم الجنة. نتمنى من الجميع ان هم ياخدوا حذرهم. طبعا طريق البرج العرب ده احنا كصحفيين عارفينه وحافظينه، للاسف طريق سريع جدا 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 رايح جاي كده سريع، وانا واحد من الناس يعني لما كنت متواجد هناك حصل معايا موقف كانت العربيات سريعه جدا وما كنتش عارف اعدي. ربنا يرحم المشجعات ان شاء الله، نتمنى من النادي الاهلي ومن جماهير الكره المصريه ومن اتحاد الكره كمان ان هم ياخدوا كل اجراءات العزاء وتقديم واجب العزاء، ونتمنى ان هم يوافقوا على مطالب النادي الاهلي بالوقوف دقيقه احداد على روحهم طبعا خلال الايام اللي جايه، ولبس لعيبه النادي الاهلي للشارات السوداء في مباراه الداخليه المقبله. ربنا يرحمهم يا رب ويجعل مثواهم الجنه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا متابعينا الكرام، متابعي تحيا مصر في كل مكان، استنونا في تغطيه جديده من تحيا مصر.